أهلا بكم من جديد. نشرت صحيفة تايمز تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط تناول فيه مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت. وقال في التقرير إن هذا الانفجار كان بمثابة ضربة قاسية للاجئين، حيث تأثرت كثير من مناحي حياتهم بهذه الكارثة. سنسلط اليوم الضوء على معاناة اللاجئين السوريين في لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت، ولكن بعد هذا التقرير. وكأن ما شاهده السوريون اللاجئون في لبنان من عذابات وتهجير وموت في بلادهم لم يكن كافيا ليتحتم عليهم مواجهة ألم جديد هو ألم البلد المضيف لبنان، الذي عرف بعد الانفجار الأخير في ميناء بيروت كارثة صنفت بالأسوأ من ضمن الكوارث التي شهدها البلد، كارثة طالت تداعياتها البشر والحجر، لم يكن السوريون مستثنين منها، فقد قتل منهم أكثر من 40 شخصاً، 23 منهم على الأقل مسجلون كلاجئين بحسب ما أوردته تقارير الأمم المتحدة. منظمات إغاثية عبرت عن خشيتها من أن يغرق السوريون في بيروت والبالغ عددهم تقريباً 200 ألف نسمة، والذين بالكاد يحصلون على لقمة عيشهم في مزيد من الفوضى واليأس، في الوقت الذي يعيش فيه لبنان مصاعب تتمثل بمحاولة إنعاش أرواح الناس حتى بين مواطنيه. وفق ما رصده تقرير لصحيفة التايمز تناول أزمة اللاجئين السوريين بعد كارثة المرفأ، ليس اليأس والفوضى والأرواح التي خطفها انفجار بيروت الأخير هو ما يعاني منه السوريون حاليا فحسب، بل الأوضاع المهنية للعمال السوريين وتأثر آلاف الأطفال السوريين إلى حد كبير في بلد يعيش فيه نحو مليون لاجئ سوري. فهل سيتمكن اللاجئون السوريون في لبنان من لملمة جراحهم ومواصلة عيشهم بشكل كريم في بلد رأت فيه مفوضية اللاجئين ضرورة تقديم مساعدات عاجلة له حتى يتمكن من الاستمرار باستضافة اللاجئين، لا سيما بعد ارتفاع نسبة الفقر بين السوريين في لبنان مؤخراً من 55% إلى 75%. نرحب بأحمد القصير صحفي معنا من بيروت، أهلا بك يا أحمد، ومجد عيون السود ناشط حقوقي من طرابلس، أهلا بك مجد. مساء الخير. مساء الخير أيضا. مساء الخير نور. البداية معك أحمد، يعني صف لنا أوضاع اللاجئين السوريين اليوم بعد مرور أكثر من شهرين على انفجار مرفأ بيروت. يعني أوضاع اللاجئين السوريين لم تتغير بالنسبة للأزمة الاقتصادية التي تحل بلبنان وزادت بعد حدوث انفجار مرفأ بيروت، تحديدا أن اللاجئين عادة الذين يعملون تحديدا في مرفأ بيروت هم يوميون، يعني أي عمال يعملون بيومية تصل بين 10,000 لبناني إلى 20,000 لبناني. هناك عدد قتل أثناء التفجير وعدد تضررت منازله في المناطق المحيطة حول التفجير وهي مناطق شعبية. للأسف الوضع في بيروت بشكل عام هو مأساوي للاجئين السوريين نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان، إضافة إلى أن المساعدات الموجهة للمفوضية غير كافية. نعم مجد، يعني تقرير التايمز تحدث عن شروع عدد من أرباب العمال في لبنان بتسريح العمال السوريين قبل اللبنانيين، طبعا بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها لبنان. هل هناك جهود من قبل مفوضية اللاجئين من للتخفيف، خلينا نقول، من وطأة ذلك؟ السلام عليكم أستاذ، يعطيكم العافية. عليكم السلام. بداية نذكر يعني على اعتبار أن قانون العمل لا يحمي العمال الأجانب وبالتحديد العمال السوريين، فهذا إشكال على رأس الحوار، على أنه لا يوجد قانون عمل يحمي اللاجئين السوريين. في حال قانون غياب القانون الذي يحمي اللاجئين السوريين كقانون عمل، يتم توجيه الملف إلى مفوضية الأمم للجوء لشؤون اللاجئين. المفوضية بشكل عام وبالإطار العام وفي الآونة الأخيرة وفي ظل هذه الضغوطات التي تشهدها لبنان على الصعيد التربوي والطبي وعلى صعيد اليد العاملة
يعني لا تقوم بالحد الأدنى من المستوى المطلوب لتلبية متطلبات حاجات هؤلاء اللاجئين. وبالتالي نصل إلى ذروة الإجابة في السؤال المطروح، أنه هل تقوم المفوضية بطرح الحلول؟ أنا حسب متابعتي أنه لم تقدم حلول، لأنها هي بحاجة لمشاريع لتأمين الحد الأدنى لمتطلبات السوريين قبل أن النظر لهذه الحادثة التي جاءت من قبل شهرين في انفجار بيروت. وبالتالي الوضع يعني يوصف بأنه وصل لذروة عدم الإنسانية، وصل لذروة الانهيار بالنسبة لأوضاع اللاجئين عامة وفيما يتعلق بأوضاع هؤلاء العمال بشكل خاص. يعني نعم، اللاجئين السوريين في لبنان بحاجة إلى مشاريع مستدامة، فينا نقول يعني لحتى يقدروا يأمنوا فرص عمل مستقبلية على القليلة للاجئين. تعمل بموجب مشاريع يتم دراستها من قبل المدير التنفيذي في المنطقة ويتم رفعها ويتم اعتمادها فيأتي تنفيذ المشروع. في السنوات السابقة يوجد مشاريع تتعلق بالأمور التعليمية والأمور التربوية والأمور الإغاثية والأمور المساعدات المادية على بطاقات ذكية، لم تأتي اعتمادها لشريحة كبيرة من السوريين، وأنتم على اطلاع بهذا الأمر، حتى وصل نسبة الذين يستفيدون من مفوضية الأمم إلى نسبة متدنية بالنسبة لمقارنة الأعداد الموجودة. فبالنسبة لهذا الملف، العمال وحقوق العمال وما يتفرع عنه أيضا من حقوق اليد العاملة الأخرى من معلمين وأطباء وغير ذلك والتفاصيل المتعلقة بهذا الملف، وهنالك إجحاف كامل بحق العمال واليد العاملة السورية على مختلف المهن، وهذا الوجع المستدام على مدار 9 سنوات أستاذك. أحمد، بدي أرجع لعندك، يعني خلينا نحكي شوي على الوضع التعليمي بالنسبة للسوريين وأيضا للبنانيين، هل عادوا إلى مقاعد الدراسة اليوم أم بجائحة كورونا لم يعودوا؟ نور، بظل جائحة كورونا يعني أغلب التعليم أصبح التعليم عن بعد، المبادرات التعليمية السورية بالإضافة إلى بعض المدارس الحكومية اللبنانية، لكن المدارس الحكومية اللبنانية هذا العام عليها ضغط كبير نتيجة جائحة كورونا ونتيجة الوضع الاقتصادي، ما أدى إلى بعض الأهالي اللبنانيين ترك المدارس الخاصة ونقل أطفالهم إلى المدارس الحكومية، فسبب ضغط على هذه المدارس. المبادرات السورية بشكل عام غير مدعومة لتحمل هذا الكم الكبير من الطلاب. المسألة تحديدا في الطلاب الآن نقع أمام عائق في عرسال، هناك ما يقارب 5000 طالب إلى الآن لم يعودوا إلى مدارسهم نتيجة أنهم يريدونهم في التعليم الحكومي، وعرسال غير مخدمة من مدارس تستطيع استيعاب هذا الرقم بين 5000 إلى 6000 طالب سوري هناك. ما الحل يعني أمام هؤلاء الطلاب؟ هو هذا الحل الكبير من الحل أمام هؤلاء الطلاب، إما على الحكومة اللبنانية فتح المجال للمبادرات السورية وعقد شراكة معها وإعطائها المجال لتقديم إفادات تعليمية لهؤلاء الطلاب بحيث أن يكون معترف عليها، إضافة إلى أن المدارس يجب على هذه المدارس وتحديدا التي تعمل في المخيمات أن تنتقل بالتعليم من التعليم بالمنهاج الذي كان يفترض المنهاج السوري سابقا الى المنهاج اللبناني، اما المعرب او المنهاج اللبناني الانجليزي او الفرنسي، اضافه الى تحويل بعض المدارس الى مبادرات يعني خاصه. شو الفائده احمد في حال تم تحويل المنهاج؟ المنهاج هذه الاراضي على الاراضي اللبنانيه لا يعترف على اي منهاج سوى المنهاج اللبناني، والمنهاج اللبناني هناك يعني اعتقد مجد لدي خبره اكثر في هذا المجال. طيب نعم، خلينا نقول الموضوع لمجد. مجد، بالنسبة يعني مثل ما ذكر أحمد، في المخيمات الطلاب يدرسون بالمنهاج السوري، ما الفائدة لو تحول المنهاج إلى منهاج لبناني؟ هل يمكنهم الانضمام إلى المدارس الحكومة اللبنانية مثلا؟ أستاذ، هلا بعد مرور هذه السنوات يعني بات أمر واضحا أنه الصواب أن يتم تعليم المنهاج اللبناني، وكل طالب موجود في الأراضي اللبنانية يجب أن يتم رفع أسمائه على لوائح دائرة التربية اللبنانية. ونظام التعليم في لبنان مختلف عما هو عليه في سوريا، بمعنى أن كل طالب عندما ينتسب إلى لوائح دائرة التربية اللبنانية يحصل على الرقم الموحد، هو مثل رقم الهوية يرافق هذا الطالب على مدار وجوده في لبنان. أي طالب موجود في الأراضي اللبنانية دون هذا الرقم الموحد لا يكون له الحق بإكمال تعليمه. فيعني من الصواب أنه أي جهة أو مدرسة من الزملاء يقوم بتعليم المنهاج السوري أن يتم إيقاف هذا المنهج وتعليم المنهاج اللبناني، وليس فقط تعليم المنهاج اللبناني، وإنما اعتماد رفع اسم هذا الطالب السوري على رخصة المدرسة والحصول على إفادة رسمية. طب إذا ما في أماكن مجد، إذا ما في أماكن بالمدارس الحكومية ما الفائدة؟
أو أنتم كناشطين حقوقيين يعني أو كناشطين إنسانيين بشكل عام، كيف ممكن ترفعوا طلب للحكومة اللبنانية مثلا بتأمين مكان لنقل لتدريس الطلاب السوريين أو اللاجئين السوريين الموجودين في الخيام بخبرات سورية مثلا؟ أستاذ، في لبنان القطاع الخاص يحمل إن صح التعبير 30 أو 40% من مثل هذه المشاريع، فمعول على الدولة ومؤسسات الدولة بشكل عام والمدارس بشكل خاص يعني على أن تحمل العبء الأكبر، ولكن يأتي دور المنظمات والجمعيات الخيرية والناشطين التربويين في فتح هذه المشاريع في المناطق النائية، في المناطق التي يكون فيها هذه الإشكال، والتعاون مع مدارس خاصة بتنسيق معين بمشروع معين، كما نقوم نحن وباقي ومختلف الزملاء في المناطق. ولكن كعنوان عريض لأي مشروع تربوي يشمل الطلاب السوريين هو أن يتم تعليمهم المنهاج اللبناني الرسمي باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو المعرب، على اعتبار أن الدولة اللبنانية أن وزارة التربية اللبنانية تصدر المنهاج اللبناني باللغات الثلاث الفرنسي والعربي والإنجليش، الفرنسي والعربي واللغة الإنجليزية. والأمر الضروري الذي نؤكد عليه هو أن يحصل الطالب على رقم موحد ضمانا لحفاظ مستقبله. السنوات السابقة عندما كان في 2014 و15 و16 مع الهيئة الوطنية ومع وزارة التربية اللبنانية وكان يتم التنسيق مع شهادات الائتلاف، يعني لا نريد أن نفتح هذا الملف، لكن حقيقة يعني وضعونا أمام مسؤولية كبيرة، وأعداد بالمئات حصلوا على شهادات تاسع وبكالوريا أي القسم المتوسط والقسم الثانوي، وتركوا هؤلاء الطلاب بدون تحديد مصيرهم لأمور تتعلق بالسياسة. لكن نحن حقيقة تعرضنا لضغوطات كبيرة من بعد ما اتبعنا هذا السلف، فالصواب هو اعتماد المنهج اللبناني في كل الأراضي اللبنانية أينما كان التلميذ السوري. أحمد، يعني كيف تصف اليوم التأثيرات النفسية يعني بعد هذا الانفجار الذي هز السوريين وأيضا اللبنانيين، يعني كيف يبدو الوضع اليوم؟ يعني هلأ التأثيرات النفسية أدت ألخت بزلالة على اللبنانيين والسوريين، وتحديدا بعد شهر يعني عند التقاء بعض الأصدقاء من من تعرضوا أو من سكان بيروت وبعض الناشطين يقولون لك أننا لا نزال نشعر بهذه بارتدادات الانفجار إلى الآن إن كان لبناني أو سوري. يعني هذا الضغط النفسي أتى فوق ضغط اقتصادي وضغط نفسي نتيجة تأمين ظروف المعيشة والحياة في ظل هذه الظروف الصعبة، فأدى إلى ارتدادات كثيرة على السوريين وعلى اللبنانيين في تلك المنطقة، وتحديدا كما ذكرت أن أغلب السوريين الذين تعرضوا لهذا لارتدادات هذا الانفجار هم الذين يقطنون في بعض المناطق الشعبية التي هي بطبيعة الحال مناطق فقيرة. نعم مجد، يعني بظل هذه الكارثة طبعا أكيد في ضرر نفسي كبير على السوريين وعلى اللبنانيين، هل هناك منظمات إغاثية تقوم مثلا بتأهيل المتضررين نفسيا؟ أستاذ، يعني كما ذكرت كلامك جوهري وهام، المنظمات موجودة، مكاتب موجودة، لكن تحتاج إلى تفعيل مشاريعهم، تحتاج إلى إحساسهم بهذا القدر من الضرر الذي تفاقم الضرر المادي والاجتماعي ووصل إلى الجانب النفسي. وأنت تعلم كرب عائلة أن عندما يقع البلاء على رب الأسرة وقع على كل أفراد الأسرة، وينعكس على الزوجة وعلى الأولاد وعلى وضعهم الاجتماعي وعلى وضعهم الحياة اليومية، والمال هو ليس هدف وإنما هو وسيلة. فانقطعت أرزاق العمال هؤلاء الذي هم عنوان الحلقة بشكل خاص، يعني وفرق العملات، وتجمدت أمور البناء بسبب انعدام وجود العملة الصعبة في يد من يرغب بإعادة الإعمار. يعني قد ترافق إلى ذهن الكثيرون أنه بعد انفجار بيروت أنه سيصبح هناك فرص عمل أقوى بالنسبة للعمال، لكن ترافق الأمر بانهيار العملة اللبنانية، فكل من جاء يرغب بإعادة الإعمار أو تنسيق هذا الدمار، العملة الصعبة أصبحت شبه معدومة، وأقصد العملة الصعبة الدولار، يعني أصبحت شبه معدومة في لبنان. فتجمدت الأمور وتجمد العمل وزادت القضية صعوبة، فنصف الوضع حقيقة بالصعب، والصعب جدا، وهو في ذروة الانهيار. ويعول دائما بإصلاح هذه الأمور على يعني المرجعية لله عز وجل أن يصلح هذه الأحوال والأحوال المعيشية، لأنه نحن
2020 والناس تبحث عن لقمة العيش. يعني أتمنى أن يعود الوضع الاقتصادي اللي وصلنا إليها والوضع الاجتماعي نجد أن نحن في حال صعب. أتمنى أن يعود الوضع الاقتصادي في لبنان بشكل جيد، وأيضا أتمنى السلام لأهلنا اللبنانيين وأيضا لأهلنا السوريين موجودين في لبنان. شكرا، كنت معنا مجد عيون سود ناشط حقوقي، وأيضا شكرا لك الصحفي أحمد القصير كنت معنا من بيت. شكرا أحمد، شكرا لك اللي شافونا اليوم. لهون بتخلص فقراتنا، نشوفكم بكرة بذات التوقيت. إلى اللقاء. We'll be right back.